فوق يا شباب، فوق. صباح الفل الأول. إحنا شغالين بالنسبة لنا في الكورس بتاعنا ده، تمام، على مين؟ على الماتلاب، بروجرامينج عن طريق الماتلاب. إحنا اللي بيدرس الماتلاب في العموم يا إما طلبة هندسة يا إما كمبيوتر ساينس، تمام؟ سواء هندسة أو كمبيوتر ساينس، الماتلاب بالنسبة له تول باورفول قوية جدا في إيه؟ في تطبيقات هندسية أو في شغل فيجواليزيشن أو في ايمج بروسيسنج أو في أي تطبيق أو أبلكيشن ريال شوية أو مطابق للواقع أو في جرايات ليها علاقة بالواقع، تمام كده؟ يبقى انت ايه؟ يبقى انت بتقرا قرايات معينه بتطبق عليها شويه بروسيسنج او معالجه وبتطلع نتائج. معظم التطبيقات الهندسيه ان ما كانش كلها لازم الشغل اللي انت بتعمله النتائج اللي بتطلع لك دي لازم ترسمها. يعني بتعرضها او بترسمها بحيث ان انت تشوف ايه؟ تاثير التغيرات عليها. تمام؟ وبالتالي ان انت تفضل اتفضل وقف الجنب اخر واحد يكون كده. وبالتالي انت ما ينفعش تشتغل في اي تطبيق هندسي الا لما النتائج بتاعتك اللي هتطلع لك دي لازم ترسمها. ليه؟ عشان تشوف تقارن ما بين النتائج اللي انت حصلت عليها، تمام، بعد عمليه المعالجه او البروسيسنج من المدخلات اللي انت كنت ايه؟ كنت مدخلها. وبالتالي لازم نتعلم ازاي اعمل دروينج، ازاي ارسم، تمام؟ طيب الرسومات اللي احنا نعرفها في الدنيا كلها هي ايه؟ يا اما 2 دايمنشنال يا اما 3 دايمنشنال، تمام؟ اللي هو رسم ثنائي الابعاد او رسم ثلاثي الابعاد. احنا في الكورس بتاعنا هناخد التو دايمنشنال، هندرس فيه ازاي اعمل رسم حاجه اسمها لاين بلوت. انتوا خدتوا الدوال الخطيه او الدوال المتصله في الماس او في الرياضه. يعني ايه؟ يعني انا عندي برسم حاجتين مع بعض، داله معينه اللي هي مثلا ساين اكس ساين اكس او اكسبوننشال، اي داله من الدوال اللي في الماس مثلا. برسم ايه؟ برسم الداله دي مع القيم المدخلات بتاعتها. لو قلنا واي بتساوي ساين اكس، لما الاكس قيمتها كذا الواي قيمتها كذا. يعني مثلا عند الزاويه 90 الواي بكام؟ عند الزاويه 30 الواي بكام؟ عند الزاويه 60 الواي بكام؟ يبقى بناء على القيمه بتاعت الزاويه قيمه الايه؟ الساين دي او قيمه الفانكشن دي ليها قيمه بكذا. فلما اجي ارسمه ايه؟ في المحور الاكس مثلا او المحور الافقي، هنفترض ان هو الزاويه او الاكس، والمحور الراسي او الواي هو مين؟ هو قيمه الداله عند الايه؟ عند الاكس دي. صح كده؟ مش ده اللي احنا خدناه في الرياضه؟ طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا كام نوع من الدوال؟ يا اما دوال متصله، اولها متصله يعني كونتينوس، ودي هنعبر عنها بايه؟ حاجه اسمها لاين بلوت. يعني ايه لاين بلوت؟ يعني انا برسم داله النتائج بتاعت القيم اللي طالعه متصله ببعضها. من اول قيمه لاخر قيمه كلها متصله. اتفضل وقف. فده بنعمله بايه؟ حاجه اسمها اللاين بلوت. طيب افرض بقى ان انت عايز ترسم النتائج بتاعتك في شكل الى حد ما زي الاعمده كده، زي البارس. تمام؟ انا احيانا في اي لغه برمجه او في ابسط حاجه الاكسل او التفاصيل دي، لما تيجي ترسم بتروح جايه ايه؟ النتائج اللي عندك دي تروح جايه راسمها، فارسمها لك في شكل ايه؟ اعمده كده، بارز. نفس القصه، الماتلاب بيديك الاوبشن ده انك ممكن ترسم النتائج بتاعتك في شكل اعمده او ايه؟ او بارز. عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها البار بلوك. يبقى انا كده عندي اول حاجه ان انا ممكن ارسم الايه؟ النتائج اللي انا وصلت لها دي، تمام؟ عن طريق حاجه اسمها لاين بلوت. وقلنا اللاين بلوت ده هو ايه؟ دوال متصله، يعني القيم بتاعتك كلها اللي انت بتطلعها كلها متصله ببعضها، سواء كانت بقى
لاين خط او كانت شكل ايه كيرف ايا كان الكيرف ده عامل ازاي ساين كوزاين حاجه ملهاش شكل منتظم ايا كان بس في الاخر من اول قيمه لاخر قيمه كلها متصله ببعضها تمام. طيب الحاجه الثالثه افرض وانت عايز ترسم الشكل بتاعك بشكل ستيرز عارفين درجات السلم نفس شكل درجات السلم هو ستيب 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 الستيرز دي بتبقى مهمه للجماعه بتوع الكوميونيكيشن او الاتصالات حاجه اسمها الكوانتايزيشن ما علينا مش مهمه بالنسبه لك انت لسه في اعدادي تمام بس القصه بالنسبه للناس اللي هم بيدرسوا الجزء ده فبيهمه ان هو يقسمها ليفلز لايه مش لمجموعه من الستيرز او مجموعه من ايه من بيسموها ايه ليفل بالعربي يعني مستوى مجموعه مستويات تمام كده. في عندنا حاجه نوع تاني من نوع من التو دايمنشنال بلوتس حاجه اسمها الايرور بار بلوتس احنا مش هندرس الكلام ده في الكورس بتاعنا اللي هو الايرور بار بلوتس دي بس تبقى انت عارف ان من ضمن الفاسيلتيز اللي بيقدمها الماتلاب في الجزء بتاع البلوتس او الرسومات في التو دايمنشنال اللي هو مين حاجه اسمها الايرور بار بلوتس هي بره السكوب بتاعنا شويه. في عندنا حاجه تانيه اللي هي البولر بلوتس خدنا في الماس او في الرياضه ان انت في عندك الكارتيزيان اكسس اللي هي الاحداثيات الكارتيزيان وفي البولر تمام اللي هي القطبيه وفي عندك حاجه كمان اللي هي سلندر تمام. طب افرض انا عايز ارسم عندي شويه معادلات والمعادلات دي فانكشن فرو وسيتا فرو وسيتا يبقى انت عندك الكلام ده معمول بايه؟ بالاحداثيات البولر، الاحداثيات القطبيه، تمام؟ فعايز ترسمها، فهرسمها بايه؟ ارسمها بالبولر بلوت. طيب في عندي حاجه ثالثه او حاجه اخيره بقى حاجه يعني سادسه لو انا عايز ارسم بس عايز ارسم القيم بتاعتي دي بايه؟ قيم منفصله، يعني ايه منفصله؟ اتفقنا اول حاجه ان انا عندي ايه؟ قلنا اللاين بلوت هو الفانكشن بتاعتي هي متصله من اول قيمه لاخر قيمه بتبقى حاجه مثلا متصله ولنفترض حاجه بالمنظر ده كده تمام من اول قيمه لاخر قيمه كلها ايه متصله. طب افرض ان انت عايز ترسم لما المحور الافقي القيمه فيه كذا القيمه ما يقابلها قيمه الداله في المحور الراسي كذا يعني قيمه واحده يعني مثلا ولنفترض ان انا عايز اعمل حاجه زي كده ان انا عايز اعمل القيمه دي لما كانت بواحد الايه لو قلنا ده الاكس الواي كانت باتنين هنا لما كانت عند الاتنين كانت الواي بخمسه لما عند الثلاثه كانت الواي بنص وهكذا دي كده ايه قيم منفصله تمام اللي احنا بنسميها ديسكريت فاليوز فده برسمه عن طريق ايه عن طريق حاجه اسمها ديستيم بلوتس. معانا دلوقتي الماتلاب بيتيح لي ان انا ارسم قيم متصله لاين بلوت بيتيح لي ان انا ارسم بارز حاجه زي اعمده بيتيح لي ان انا ارسم ستيرز ليفل بيتيح لي ان انا ارسم الايرور بيتيح لي ان انا ارسم بولر بيتيح لي ان انا ارسم ايه ستيم بلوتس او قيم ديسكريت او قيم منفصله تمام. الستيم بلوتس دي احيانا بيستخدموها في حاجه اسمها ايه السامبلنج او ان انا اخد سامبلز او بيسموها ان انا اخد ايه مقتطفات كده من ايه من الفانكشن نفسها تمام. طيب لو انا عايز اشتغل الكلام ده هشتغله ازاي؟ اول حاجه هنشتغل على مين؟ على اللاين بلوت. طالما انا هرسم لاين بلوت هستخدم الكلام ده هرسمه عن طريق فانكشن او امر اسمه ايه اسمه بلوت تمام. طيب عشان ارسم الكلام ده هفترض ان انا عايز ارسم داله وليكن اسمها ساين مثلا او كوزاين او ايا كان الداله اللي انا هرسمها دي مع المحور الافقي. اتفضل قول لي. طيب المحور الافقي ده اتفضل قول لي ايه كده؟ انا لما باجي ارسم انا برسم ايه؟ برسم فيكتورز تمام كده؟ يعني ايه فيكتورز؟ خلاص احنا درسنا الفيكتورز وعارفينها يعني مثلا لو نفترض ان انا عندي فيكتور معين الفيكتور ده فيه
مجموعه من الاليمنتس، مجموعه من العناصر. مجموعه من العناصر تمام تمثل لي مثلا الاكس، وعايز اشوف قيمه الداله عند كل عنصر من العناصر دي فين في المحور الرأسي اللي هو الواي، تمام كده. وبالتالي لو انا هرسم بقى، هرسم ايه فعليا؟ هرسم اتنين فيكتورز، فيكتور في الاكس اللي هو المحور الافقي، وفيكتور في الواي اللي هو المحور الرأسي. الفيكتور اللي في الواي ده يمثل لي قيم الداله عند ايه؟ عند قيم الاكس، تمام. يبقى لما اجي ارسم الاتنين فيكتورز دول لازم ايه؟ اول حاجه بديهيه تيجي في دماغك ان نفس اللينس او الدايمنشنز الابعاد بتاعت الايه؟ الفيكتور اكس هو نفس الدايمنشنز بتاعت الابعاد بتاعت مين؟ بتاعت فيكتور واي. يعني ما ينفعش مثلا الفيكتور اكس ده يبقى فيه خمس قيم والواي اربعه، ما ينفعش هنا ده تسعه والتاني 20، مش راكبين مع بعض. لازم نفس الابعاد اللي هنا هي نفس الابعاد اللي هنا، نفس عدد العناصر اللي هنا ونفس عدد العناصر اللي هنا، تمام كده. غير كده المتلاب هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك كده. طيب لما اجي انا اعمل الكلام ده بعمله ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان انا لما هشتغل اي بروجرام بتاعي اول حاجه بعملها لازم اعمل كلير الاول، ان انا افضي الورك سبيس من اي قيم كانت موجوده فيه تمثل فاريبلز قديمه، بحيث ما يلخبطليش الايه؟ الحسابات الجديده. فباجي اعمل ايه؟ باجي اقول له والله انا عايز ارسم الاثنين فيكتورز اللي هم الاكس والتي. الاكس فيه قيم والتي فيه قيم. المثال اللي قدامنا ده الاكس فيه ثلاث قيم اللي هو 3 و9 و27، والتي فيه ثلاث قيم اللي هم 1 و2 و3. هو هنا في المثال ده بيقول لك ان التي ده يمثل التايم او الوقت، عند تايم لما كانت ثانيه، وعند تايم لما كان ثانيتين، وعند تايم لما كان ثلاث ثواني. فعايز يرسم الاكس ده يمثل فانكشن معينه ايا كان ايه هي ايه، بس دي النتائج بتاعت الفانكشن دي عند تايم واحد ثانيه، والقيمه الثانيه اللي هي 9 دي عند التايم 2 ثانيتين، والقيمه 27 دي كانت قيمه الداله عند تايم كام؟ 3 ثواني. فعايز يرسم محور الافقي هو التي، والمحور الراسي هو مين؟ هو الاكس. فهرسمها ازاي؟ خلاص انا عملت وضحت له مين هو الاكس ومين هو الواي، عرفته له ودخلت له القيم بتاعتهم. هاجي بعد كده اقول له ايه؟ اقول له فيجر، يعني كريت او انشئ فيجر. احنا خدنا في الجي او اي ان فيجر ده بيعمل ايه؟ هو كونتينر لحاجه انا هعرضها، صح؟ يبقى هو نفس الفكره هنا بالظبط، هو الفيجر ده انشئ لي فيجر، الفيجر ده هتطلع عليه ايه؟ هتطلع عليه ايمج او رسمه او ايه؟ او بنسميها لغه البرمجه بقى اللي هو مين؟ اللي هو الفيجر. فيبقى فيجر، وبعدين بعد كده هرسم مين مع مين. بقول له بلوت ده الامر بتاعي اهو، وبين قوسين الفيكتور الاولاني او الرمز الاولاني او الاسم الاولاني يمثل لي المحور الافقي، كوما الاسم الثاني يمثل لي المحور مين؟ الراس. يبقى بلوت تي وكوما اكس، يبقى ارسم لي مين؟ التي على المحور الافقي، والاكس على مين؟ على المحور الراسي. فلو جينا نرسم دول هنلاقي مثلا طلعنا ايه؟ الشكل اللي قدامنا. طب الشكل اللي قدامنا ده لو بصينا على الايه؟ على الفيجر ده او الرسمه دي، انا لا عندي عنوان ولا عندي اسم للمحور الافقي ولا عندي اسم للمحور الراسي. طب عشان اكمل الشكل بتاعي محتاج ان انا يبقى عندي الفيجر بتاعي ده ليه اسم معين، واضيف للمحور الافقي اسم، واضيف للمحور الراسي اسم. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بعمل الاسم بفانكشن اسمها ايه؟ تايتل، تي اي تي ال اي، وبين قوسين اللي هم السيركل براكتس دول، بين سنجل كوتيشن بحط الايه؟ العنوان اللي انا عايز اطلعه على الفيجر. طيب عندي اتفقنا الديفولت بتاع الماتلاب ان انا عندي المحور الافقي اكس والمحور الراسي مين؟ واي. فباجي اعمل ايه؟ اقول له والله الليبل اللي انت هتخرجه لي، الاسم اللي انت هتخرجه لي على المحور الافقي اسمه اكس ليبل. يبقى الفانكشن بتاعتي اكس ليبل، وبين قوسين اللي هم السيركل دول بين سنجل كوتيشن حط لي المسمى اللي انت عايز تطلعه لي على مين؟ على المحور الافقي. نفس القصه بالنسبه للمحور الراسي، هيبقى مين؟ واي ليبل.
وبين القوسين دول حط لي بالسنجل كوتيشن المسمى اللي انت عايز تطلعه. فبعد ما انفذ الامرين دول على الكود اللي فات هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي بص طلع لي فوق الاسم اهو ايا كان بقى اسمه ايه؟ وعلى المحور الافقي طلع لي التايم اللي هو كان اكس ليبل اهو تمام؟ اكس ليبل كان تايم بين قوسين اس والواي ليبل كان ديستانس بين قوسين ان طلعه لي اهو على مين؟ على الفيديو ده. يبقى انا كده اتعلمت لغايه دلوقتي ان انا ارسم داله متصله تمام؟ ايا كان بقى الداله دي هي ايه؟ مش قضيتنا، المهم ان انا عندي اثنين فيكتورز فانا هرسمهم مع بعض. بحدد له مين اللي على المحور الافقي ومين على المحور الراسي، وبعمل الكلام ده برسم بمين؟ بفانكشن اسمها ايه؟ اسمها بلوت. تمام؟ طيب عايز احدد التايتل، خلاص اتعلمت ان انا بعمل الكلام ده بفانكشن اسمها تايتل. عايز احدد الليبل او الاسم بتاع المحور الافقي باكس ليبل، عايز احدد الليبل او الاسم بتاع المحور الراسي عن طريق مين؟ عن طريق واي ليبل. الكلام احنا قلنا ده في مشكله؟ كلام ظريف اهو. طيب افرض بقى ان انت عايز ترسم مالتيبل من الفانكشنز على نفس الفيديو. يعني ايه؟ يعني احيانا مثلا يجي تطبيق معين انت عايز ترسمه يقول لك مثلا ايه؟ رسم لي الساين والكوزاين والاكسبوننشال الفيلم ده كله اللي ليه علاقه بنفس المحور اكس، عايز كل دول يترسموا على نفس الفيجر ويظهروا لي على مين؟ على الواي اللي هو مثلا حاجه بالمنظر ده كده. او ثلاث اربع دوال مرسومين على نفس الفيجر ليهم علاقه بنفس الايه؟ الاكس اكسس او المحور الافقي اللي هو مثلا كان التايم بتاعك. اللي هو مثلا عندك هنا ترايل واحد، ترايل اثنين، ترايل ثلاثه اللي هو المحاوله الاولى، المحاوله الثانيه، المحاوله الثالثه في اي ابلكيشن. فبيترسموا ازاي الكلام ده؟ هتقول لي سهله. انا عندي هنا الحاجات اللي انا عايز ارسمها، انا هرسم مع مين؟ مع التايم. يعني التايم بالنسبه لي ده اللي هو المحور مين؟ الافقي. فيبقى المحور الافقي اعرفه له مثلا سي اللي هو ايه؟ فيكتور تي. فيكتور تي عندي هنا في كام قيمه؟ ثلاثه اللي هو 1 2 3 اللي هو التايم الاولاني، التايم الثاني، التايم الثالث. هرسم معاه مين بقى؟ هرسم معاه قيمه الاكس اللي هو فيكتور اكس ده يمثل لي المحاوله الاولى، قيمه الواي فيكتور واي ده يمثل لي الترايل الثاني او المحاوله الثانيه، فيكتور زد يمثل لي المحاوله الثالثه او الايه؟ قيمه الداله في المرحله الثالثه. يبقى انا هنا دول بالنسبه لي كانهم ثلاث دوال مختلفين اكس واي وزد، عايز ارسمهم مع مين؟ مع التايم. تقول لي سهله، هو كده خلاص انا الموضوع بقى قلب معايا ايه؟ شويه فيكتورز، انا برسم شويه فيكتورز بس تمام. فباجي اعمل ايه؟ انا عايز ارسمهم كلهم على نفس الفيجر. فباجي اقول له ايه؟ اقول له حاجه اسمها هولد اون. هولد اون معناها ايه؟ بقول له يا ماتلاب خلي بالك انا عايز ارسم كل ده على نفس مين؟ على نفس الفيجر. فباجي فيجر وبعد كده امر اسمه هولد اون، وابتدي بعد كده ارسم بلوت واحط كل دول جوه البلوت. باجي احطهم ازاي؟ بقول له اول رسمه هترسمها محور الافق بتاعك تي وكوما اكس. تمام كده؟ بعد كده كوما تي وواي، بعد كده كوما تي وزد. تلقائي هو بيروح جاي هو عامل لك ايه؟ حاطط لك الوان من عنده. تمام؟ طب افرض انت عايز انت الشكل بتاعك ده بالالوان اللي انت عايزها. تمام؟ المفروض الديفولت بتاع الماتلاب البلو الازرق. يعني انت لو ما ذكرتش هو بيرسم بالمين؟ البلو. طيب لو انت عايز تفرق الرسمه الاولانيه بلو والثانيه مثلا ريد، الثالثه جرين، الكلام ده كله، يبقى بقول له تي كوما اكس، بيقول كده اول رسمه انت عايز ترسمها. تمام؟ والكوما بعد كده بين سنجل كوتيشن بحط له مين؟ اللون اللي انت عايزه. تمام؟ سي الاولانيه كانت بلو وما حطيتهاش مش مشكله، انا ده الديفولت بتاعه. بعد كده كوما تي كوما واي بين سنجل كوتيشن حطيت له ريد، ده اللون الثاني. بعد كده كوما تي كوما زد، بعد كده بين سنجل كوتيشن حطيت له هنا الايه؟ الثالث. وهكذا لو عندك اكتر من فانكشن عايز ترسمه. وبعدين بعد كده بتحط بقى اللي التفاصيل بتاعتك التايتل والواي ليبل والاكس ليبل والكلام ده كله. لحد كده كلام جميل، انا جاي اعمل لك ايه؟ جاي ارسم لك الفيجر بالمنظر ده. طب افرض بقى ان انت عايز تعمل ايه؟ عايز تحط حاجه بالمنظر ده كده. ان انت عايز تقول له يا يوزر
خلي بالك اللون الازرق يمثل لي ترايل 1 المحاوله الاولى، اللون الاحمر يمثل لي ترايل 2، اللون الاخضر يمثل لي ترايل 3. او لو انت عندك فانكشنز معينه مثلا ساين كوساين اكسبوننشال وتانش اي حاجه من الحاجات دي كلها، فعايز تقول له خلي بالك اللون ده يمثل لي الفانكشن دي، فبعمله بايه؟ بعمله بحاجه اسمها ليجل. باجي اقول له ليجل وبين قوسين اللي هم السيركل العاديين بين سنجل كوتيشن باخدهم بالترتيب. الاولانيه اسمها كذا كوما سنجل كوتيشن، الثانيه اسمها كذا كوما سنجل كوتيشن، الثالثه اسمها كذا وهكذا. طيب الديفولت بتاعي ان الليجل ده على اليمين مش على الشمال. افرض بقى ان انا عايز اغير البوزيشن بتاع الليجل ده، يعني انا رسمت الرسمه بتاعتي والرسمه بتاعتي جايه كده، فهتبقى جايه على مين؟ على الليجل، فعايز اغيرها. فباجي اقول له ايه؟ اقول له والله سهله، اجي اقول له ليجل بعد ما انا قلت له اساميهم ايه، واجي اقول له بين سنجل كوتيشن لوكيشن، يبقى غير لي اللوكيشن وحطه لي في الحته دي. انا عايزها بقى نورث ولا ويست ولا ويست ولا ايست ولا نورث ويست ولا ايا كانت دي ماشيه ازاي. لحد كده حد عنده مشكله؟ كلام لطيف اهو. طيب افرض بقى ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز ارسم عندي اكتر من داله زي ما قلنا، اربع دوال مثلا، خمس دوال، ست دوال، ايا كان. فانا عايز ارسم كل واحده في فيجر لوحدها او في بلوت لوحدها، بس ايه بقى؟ بس كل دول يظهروا لي في ويندو واحده، اللي هو مين؟ اللي هو فيجر واحد. فباجي اعمل ايه؟ كاني بقسم الفيجر ده لمجموعه من الروز ومجموعه من الكولومز. تمام؟ يعني مثلا والله افترض ان انا عندي اربع دوال مختلفين اهو، ساين كوزاين اكسبوننشال ماينس اكس اكس سكند، اربع دوال اهو، عايز ارسمهم كلهم في فيجر واحد، بس الفيجر ده كل داله فيهم في بلوت واحده. هيقول لي سهله، نعمل الكلام ده بحاجه اسمها ايه؟ فانكشن اسمها ايه؟ سب بلوت. طيب هعملها ازاي؟ هاجي اقول له سب بلوت، واجي اقول له خلي بالك انا عايز الويندو ده او الفيجر بتاعك ده تقسمه لي كانه مصفوفه، كانه ماتريكس، عدد من الصفوف في عدد من الاعمده. انا يعني عندي هنا كام واحد؟ اربعه، اللي هم 2 في 2. واجي اقول له يبقى سب بلوت 2 كوما 2، يبقى هو كده فهم ايه؟ فهم ان هو قسم لك الويندو ده لاربعه فيجرز. الفيجر الاولاني في الصف الاولاني، الفيجر الثاني في الصف الاولاني، الفيجر الثاني في الصف الاولاني، الفيجر الثاني في الصف الثاني. طب ترقمهم ازاي؟ يقول لك واحد يمثل الفيجر الاول، اثنين يمثل الفيجر الثاني، ثلاثة يمثل الفيجر الثالث اللي هو اللي تحت، أربعة يمثل الفيجر الرابع. فلما أجي هنا يبقى أنا كده ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثة، ده أربعة. ونفس القصة لو أنا عندي مقسمهم أكتر من كده، لو مقسمه مثلا ثلاثة في اثنين، ثلاثة في اثنين معناها إيه؟ معناها ثلاث صفوف في عمودين. تمام كده؟ يبقى 1 2 3 4 5 6. تمام؟ طيب باجي اكتبها ازاي؟ انا عندي الاكس اللي انا عايز ارسمه مثلا، الاكس ده يمثل لي من 0 ل 2 باي وماشي بستيب بوينت 1. يبقى اول قيمه عندي 0، القيمه الثانيه بوينت 1، القيمه الثالثه بوينت 2، هما اللي بعدها بوينت 3، بوينت 4، ده الستيب بتاعتي اللي انا ايه؟ بجامب بيها. يبقى انا في الحاله دي لغايه ما اوصل لحد كام؟ لحد 2 بوينت. اللي هو هنا في الفيكتور الاولاني ده عمل لك فيكتور من زيرو البدايه والنهايه 2 باي، وفي النص بيزود من الاليمنت الاولاني للاليمنت الثاني، او من الاليمنت للاليمنت اللي بعده بايه؟ ببوينت 1. حسب هو الاكس، فعايز يبتدي ايه؟ يرسم لي كل داله من دول اللي هو الساين اكس مع الاكس، والكوزاين اكس مع الاكس، والاكسبوننشال ماينس اكس مع الاكس، والاكس تكعيب مع الاكس. فبعملهم ازاي؟ باجي اقول له سب بلوت، وبين قوسين هقول له والله انا هقسم دول لاربعه فيجرز، اثنين واثنين يبقى صفين في عمودين، وكوما البلوت الاولاني يبقى واحد.
فيجر الاولاني راسمين لي عليه مين؟ بلوت اكس وساين اكس. خلاص خلص الاولاني، اروح جاي رايح سب بلوت 2 كوما 2 كوما 2، الاثنين الاخيره دي تمثل لي مين؟ الفيجر الثاني او البلوت الثاني جوه الفيجر، عشان يبقى الكلام صح. بلوت الثاني جوه الفيجر، وبعد كده اقول له بلوت مين؟ المحور الاكس بتاعك اللي هو الافقي وكوما الداله اللي هي مين؟ كوساين اكس. نفس القصه كررها بقى بالنسبه للفيجر الثالث ثم الفيجر مين؟ الرابع. ولو عندك اكتر من كده ارسم. يبقى انا كده اتعلمت اول حاجه ان انا ازاي ارسم داله واحده، اتعلمت ازاي ارسم اكتر من داله على نفس الفيجر، اتعلمت ازاي ارسم اكتر من داله في فيجر واحد بس متقسمه لمجموعه من مين؟ مجموعه من البلوت، كل داله لوحدها في ايه؟ في بلوت منفصل بس كلها جوه مين؟ جوه الفيجر. صعب؟ حد تاه مننا؟ طيب جميل. في بس ملحوظه صغيره هقول لك عليها هنا، واخد بالك انا عملت هنا اكس دوت باور سي ليه؟ معناها ايه الجمله الاختياريه؟ ليه؟ معناها ايه الجمله دي؟ ان كل من الاكس هيتلعب. قول تاني كده؟ كل من الاكس مش فيكتور. لا الاكس فيكتور. ماشي بس البلوت دي معناها ده يبقى كل من الاكس. الفيكتور ده مجموعه من الاليمنتس، صح؟ مجموعه من الاليمنتس ده معناها ايه؟ ان انا عناصر مختلفه جوه الفيكتور ده. فعليا لو انا قلت باور كذا، تمام، كاني بضرب الايه؟ المصفوفه دي في نفسها، يعني باور 2 كان الاكس في اكس، باور 3 يعني اكس في اكس في اكس. طيب احنا عندنا حاجه اسمها في الضرب لازم الايه؟ الانر دايمنشنز لازم يبقوا ماتشنج مع بعض، يعني عدد الاعمده بتاعت المصفوفه الاولانيه تساوي عدد الصفوف بتاعت الاعمده الثانيه عشان اعرف اضربها، صح كده؟ طب لو انا بقى عايز اربع، يعني مثلا اقول اكس تربيع بس لكل اليمنت تربيع الدور، يبقى انا ساعتها بشتغل هنا اليمنت باي اليمنت، مش بشتغل بمصفوفه او مش بشتغل بفيكتور، تمام كده؟ فبقول له اكس دوت، تمام؟ اي عمليه بقى حسابيه عندك سواء ضرب او طرح او قسم او ايا كان او باور اي حاجه من الحاجات دي دوت، وبعد كده العمليه يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا ساعتها بشتغل اليمنت باي اليمنت مش مصفوفه بمصفوفه، تمام؟ طيب من ضمن العمليات بقى لو انا عايز ابتدي العب على مين؟ على الفيجر بتاعي اللي انا مطلعه، انا دلوقتي رسمت رسمه والرسمه بتاعتي دي عايز ابرز النتائج. وابرز النتائج دي عن طريق ايه؟ يتغير اللاين ستايل، يتغير الكلر بحيث ان انت يبقى انت معروف ان الايه؟ ان الفانكشن الاولانيه ده شكلها، الفانكشن الثانيه ده شكلها، الفانكشن الثالثه ده شكلها، فتلاقي عندك لما تيجي تقارن يبقى انت عندك النتائج بتاعتك ظاهره. دايما بنقول معظم المهندسين او معظم الباحثين عموما عندهم مشكله. ايه هي؟ ممكن يبقى عامل شغل قوي جدا بس ما يعرفش يعمله. فتلاقيه لما يجي يخش ككونفرنس او يجي برزنتيشن في شركه او اي حاجه، الشغل اللي هو عامله رغم ان هو قوي جدا بس للاسف ياخد تقييم وحش. ليه تقييم وحش؟ لان هو عرضه غلط، ما عرفش يعرضه. فيبقى انت عندك البرزنتيشن بتاعتك او طريقه العرض مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل. في ناس تانية ممكن يبقى الشغل بتاعهم متوسط بس عرف يعرضه بقوة، تمام؟ فاللي قدام منه انبهر بشغله رغم شغله متوسط. يعني من ضمن المشاكل اللي بتقابل الباحثين عموما في البحث العلمي سواء دكاترة أو مدرسين مساعدين أو حاجة زي كده في الكونفرنسز أو في المؤتمرات العلمية، ممكن يبقى عامل شغل قوي جدا بس يجي يكتب البيبر بتاعته أو المقالة بتاعته الأرتيكل تبقى وحش، عرض النتائج وحش، عرض الكلام نفسه وحش، ما عرفش يعرض الكلام كويس، تلاقي البيبر بيترفض رغم ان هو فعلا شغل قوي جدا. وفي ناس تانية تلاقيه عامل شغل اي كلام بس عمل برزنتيشن قوي جدا، فتلاقي الشغل اتقبل واتقبل في مجله قويه. فده اللي احنا بنقوله، تيجي ترسم او تيجي تعرض نتائجك حاول دايما ان انت
عارف كلمه بالعربي كده تبروز النتائج. اتفضل اتفضل يا فندم. فاحنا لو عايزين نعمل حاجه زي كده، اول حاجه ممكن اعملها ان انا ايه، ان انا اغير المين لاين ستايل. انتوا خدتوا في الرسم الهندسي في انواع كتير من مين لاين ستايل. في عندك اللي هو السوليد لاين اللي هو الخط المتصل ده، في عندك الهاش، في عندك الدوت، في حاجات كتير قوي. فلو اجي هرسمها او هعمل الكلام ده اعمل ازاي؟ دوت ومحور اكس ومحور واي. لو انا ما حددتش يبقى الديفولت بتاعي مين؟ اللي هو السوليد اللي هو الخط المتصل ده. طيب لو انا عايز احدد يبقى ايه؟ الاكس والواي وكوما بين سنجل كوتيشن احط له الشكل اللاين ستايل اللي انا عايزه. طب عندي ايه اشكال اللاين ستايل اللي عندي؟ اهي في عندي اللي هو السيركل او الدايره، في عندي البلس، في عندي اللي هي الاسترك او النجمه، في عندي البوينت النقطه، في ماينس، في اكس، في كل دي لاين ستايلز تقدر تستخدمها. هتحط الشكل ده بين ايه؟ بالسنجل كوتيشن بعد اللي الفيكتور بتاع الاكس والفيكتور بتاع الواي جوه مين؟ جوه الجوه. طب افرض ان انت عايز تحدد له الايه؟ الكلر. دي برده من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تغيرها. عندك الكلرز المختلفه اللي عندك المتاحه عندك ايه؟ الريد والجرين والبلو والسيان، الالوان دي كلها. فباجي اعملها ازاي؟ في عندك ثلاث طرق. اول طريقه ان انا احط له اسم الحرف كامل زي ما عملنا من شويه بين سنجل كوتيشن اللي هو الجرين او الريد او البلو او ايا كان الاسامي اللي عندك دي، او ان انت تحط له بس الحرف اللي هو اول حرف من ايه؟ من كل ايه؟ من كل لون بين سنجل كوتيشن هيقبلها منك برده وهيشتغل، او ان انت تحط له التركيبه بتاعت اللون. بمعنى ان انت عندك الالوان الاساسيه مين؟ الاحمر والاخضر والازرق، ريد جرين بلو. لو انا عايز اعملهم بحطهم بايه؟ بين سكوير براكت، تمام، وبحط تركيبه اللون اللي انا عايز احطها. الديفولت لو ريد انت الترتيب بتاعتهم ايه؟ الترتيب ريد جرين بلو، فيبقى الاليمنت الاولاني يمثل لي قيمه الاحمر اللي في اللون الناتج، الاليمنت الثاني يمثل لي قيمه الجرين في اللون الناتج، الاخير يمثل لي قيمه الازرق في اللون الايه؟ الناتج. فلو حطيت له واحد وصفرين يبقى ده احمر صريح، فلو حطيت له 0 1 0 يبقى ده اخضر صريح، 0 0 1 ده ازرق صريح. غير في القيم هتلاقي عندك لون جديد بيظهر. يعني لو انا حطيت له مثلا السيان، السيان ده ناتج من مين؟ من اخضر وازرق، يبقى 0 في الاحمر وواحد في الاخضر وواحد في الازرق، يديك اللون السيان. غير في الترتيب هيديك قيم مختلفه، تمام. عايز تحط ابيض يبقى كلهم وحايد، عايز تحط اسود يبقى كلهم اصفار. غير بقى ربع ونص والقيم في كل واحده من دول هتلاقي بيظهر لك ايه؟ لون جديد، تمام. يعني انت عايز تطلع كارتج او لون جديد، اقعد غير في قيم مين؟ الايه؟ الريد والايه؟ والبلو والجرين، تمام كده؟ طيب لو انا عايز اطلع فيجر بالمنظر ده، اول رسمه او اول فانكشن عندي سوليد، والثانيه الشكل اللي هو سيركل فهاش، والثالثه استر، ارسمها ازاي؟ هتقول لي سهله، هتقول لي بلوت والايه؟ الاولانيه الاكس والواي بتاعها اللي هو المحور الافقي والراس، ايا يعني كان بقى ايه هم، مش قضيتنا دلوقتي. لو انت عايز تحدد تمام، مش عايز تحدد فالديفولت بتاعك هو مين؟ السوليد، والديفولت هو مين؟ الازرق. ثم بعد كده لو انت عايز تحط اللون بتاعك حطه. احنا في الاول مره كتبنا اسم اللون كامل جرين، ثاني مره هنا احط ايه؟ جي بس، فجي عرف ان هو مين؟ هو جرين. بعد كده الرسمه الثانيه الاكس والواي الافقي والراسي حددتهم له انهي فيكتورز، وكوما بص بقى عمل ايه؟ حدد اللون والكلر واللاين ستايل في نفس الحاجه اهو بلو، وبعد كده اللي هو ايه؟ اللي هو هاش في سيركل ده اللي هو 2
في واحدة، يبقى انت كل مرة كل قيمة هيمثلها بايه؟ خطين هاش كده ومين وسيركل. وبعد كده بالنسبة لك التالت اهو اللون السيال وايه ومن نوع مين؟ الماركر بتاعك اللي هو الاسترك. يبقى انا هنا بالنسبة لي لما باجي ارسم كل شكل من دول بنسميه ايه؟ بنسميه ماركر. يعني ايه؟ يعني انا هنا الاسترك ده اسمه ايه؟ ماركر. اللي هو ده كده اسمه ايه؟ ماركر. يعني انا لو انا عايز امثل القيمة بالشكل الفلاني فبقول انا بحدد الماركر بتاع القيمة اللي هتظهر لي على المحور واو. بس نقول تاني ده اسمه ايه؟ اللاين ستايل او ايه؟ الماركر. انا بمثل القيمة اللي على محور اكس ما يقابلها على محور واي بالشكل ده. لو هي سوليد لاين خلاص هو لاين خلاص متصل، ده الديفولت بتاع الماتلاب. طب افرض بقى ان انا عايز امثله باستريك او بمثلث اللي هو تريانجل او بكلاس او بكروس او باي حاجه، الشكل ده اسمه ايه؟ ماركر. نظبط بس المسميات على ايه؟ على ودني. يبقى انا هنا ده لو هحدد لاين كلر، لو هحدد الماركر تايب نوع الماركر تمام، لو هحدد اللاين ستايل بتاعي. حد كده حد عنده مشكله؟ طيب جميل. النوع التاني بقى عندك من البلوتس اللي هو ايه؟ اللي هو البار بلوتس. مثلا اتفقنا اللي فات ده اونلاين بلوت تمام. النوع التاني ان انا لو عايز ارسم النتائج بتاعتي في شكل بارز، في شكل اعمده. الفانكشن اللي انا بستخدمها فانكشن اسمها ايه؟ من اسمها بار. يبقى هي ايه؟ يبقى هي بار. يبقى انا عندي الاكس والواي ايا كان كلامهم دي بقى خلاص مش هتضايقنا دلوقتي تمام. انا يهمني بس في الاكس والواي الدايمنشنز واحده. بعد كده هرسم مين؟ هرسم بطريقه البار. يبقى اقول الفانكشن بتاعتي اسمها بار مش بروت بقى خلاص، بار. وبين قوسين هحدد له مين اللي على المحور الافقي ومين على المحور الراسي. فانا هنا الاكس بتاعي اهو من ماينس 2.9 لحد 2.9 والستيب بتاعتي 0.2. وبعد كده الواي اكسبوننشال ماينس اكس دوت وعايده تاني اهو دوت في استريك اكس. يبقى ايه؟ كل اليمنت جوه الاكس تمام تربيع. اكس دوت استريك اكس معناها ايه؟ اكس تربيع تمام. بس بشتغل اليمنت باي اليمنت. وبعد كده هرسم بار اكس وواي. فلو ما جه ارسمها هطلعها بالمنظر دي. لو انا هرسمها اصلا باللاين اللاين بلوت هتطلع الشكل اللي هو منحنى الجرس اللي هو اي اس ماينس اكس تربيع. ده منحنى ايه؟ منحنى الجرس او النورمال ديستريبيوشن، التوزيع اللي هو الطبيعي. هنا في الحاله دي ابتدى يرسمها لك هي هي، بس رسمها لك ان كل قيمه يمثلها في ايه؟ ببار او بحر تمام كده. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ نوعين من البلوتس او الرسم، اللاين بلوت وعرفنا ازاي بنتحكم فيه، وتاني حاجه اللي هو مين؟ اللي هو البار بلوت. الحاجه الثالثه بقى اللي هي الستير ستيب بلوتس. يعني ايه؟ من كلمه ستير هي ايه؟ هي درجات، درجه السلم، درجه السلم. هي نفس الفكره بالظبط، ان انا برسم السيجنال بتاعتي او الفانكشن بتاعتي ده اللي انا عايز ارسمها، بس بدل ما هي لاين عايز ارسمها في شكل ليفلز او ستيبس او زي درجات السلم. فباجي اعملها ازاي؟ عندي الاكس والواي بتوعي اهو. الواي عندي في الحاله دي اللي هي الساين، الساين بتاعتي المفروض لو انا هرسمها شغاله باللاين بلوت هتلاقي حاجه بالمنظر ده كده اللي هي مين؟ داله الساين. لو انا هرسمها بقى بالستير يبقى اقول له ايه؟ عندي الاكس والواي خلاص اوكي، واقول له ستيرز وبين قوسين مين الاكس ومين الواي. لو جينا نرسمها هتلاقيها طالعه معاك بالمنظر ده ستيرز ليفلز. الكلام ده قلنا بيستخدموه اكتر الجماعه بتوع قسم كوميونيكيشن تمام، في حاجه اسمها الكوانتايزيشن. ان انا لما اجي اقسم او السيجنال بتاعتي عايز اقسمها استرجعها في الريسيفر بيرجعها عشان يرجعها بيقسمها لمجموعه من مين؟ من الليفلز. ويجي يشوف بقى عندك القيمه اللي جايه لك دي، هل القيمه دي اقرب للليفل اللي فوق ولا اقرب للليفل اللي تحت؟ فيبتدي يقول لك بقى القيمه دي لو اقرب للليفل اللي فوق فيبقى انت ساعتها ايه؟ انت في الليفل ده. لو اقرب للليفل اللي تحت يبقى انت في الليفل ده. ده بيستخدموه في الديجيتال سيستمز او في الانظمه الايه؟ المحليه.
طيب البولر بلوتس مش هنتكلم عليها كتير. هي البولر بلوتس انا برسم دوال فانكشن في مين؟ في الرو سيتا. برسم حاجه ليها علاقه معادلات ليها علاقه برو سيتا. فلو انا عندي مثلا السيتا ليها قيم والرو فانكشن في السيتا، فاجي ارسم الكلام ده عن طريق فانكشن اسمها ايه؟ بولر بلوتس. وبين قوسين مين اللي على المحور الافقي ومين على المحور الراسي. فلما اجي ارسمها اطلع لك حاجه بالمنظر ده. تمام؟ طيب لو انا عايز بقى الستيم بلوتس، ان انا عايز ارسم حاجه مش متصله، لا قيم ديسكريت، قيم منفصله. تمام؟ طب ارسمها ازاي؟ ارسمها فانكشن اسمها ستيم. عندي الاكس والواي اهو، تمام؟ وارسمه بمين؟ ستيم، وبين قوسين السيركل العاديين خالص المدورين دول احط مين على المحور الافقي ومين على المحور الراسي. فلما اجي ارسمها فتلاقيها طالعه لك ايه؟ عند القيمه الفلانيه في المحور الافقي ما يقابلها في المحور الراسي كده. تمام كده؟ كده يبقى احنا فعليا خلصنا مين؟ التو دايمنشنال بلوتس او الرسومات ثنائيه الابعاد. حد عنده مشكله فيها؟ الدنيا سهله؟ بس ده المطلوب. طيب لو انا عايز ارسم 3 دي دايمنشن سيرد دايمنشنز بلوتس، في طرق كتير قوي من الثيرد دايمنشنز او 3 دي بلوتس. احنا هناخد منهم طريقه واحده بس هنكتفي بيها، حاجه اسمها ايه؟ السيرف. فبيعملها ازاي؟ باجي الاول احدد له المستوى الافقي او الاكس واي بلين. الاكس واي بلين ده بقول له اكس وواي، حاجه اسمها ايه؟ المش جريد. يبقى انت هنا المش جريد دي تمام، خلي بالك انا ايه؟ انا عايزك تعمل لي الاكس واي من ماينس 2 ل 2 بايه؟ بستيب بوينت 2 مثلا. يبقى معروف الاكس والواي واخدين من ماينس 2 ل 2 تمام. واجي بعد كده الزد قيمته كذا. طب انا عايز ارسم بقى، اقول له سيرف خلاص انا عندي الاكس بكذا والواي بكذا وكوما الزد. فراح جاي رايح بقى عمل الكلام ده، راح جاي رسمه فيرسمه لك، تطلع بايه؟ تطلع بحاجه بالمنظر ده. تمام. افرض بقى ان انا عندي صورة معينة، ودي ممكن تستخدموها في المشروع. تمام. القيمة دي الصورة معينة دي موجودة عندك على الديسكتوب، موجودة عندك في أي حتة على الهارد ديسك بتاعك، وعايز تقراها للبرنامج بتاعك. تمام. وبعد كده تعرضها على مين؟ على جيو اي ميسك. فالأمر اللي بنستخدمه في حاجة زي كده اسمه اي ام ريد. اظن الكلام ده هنتهيالي احنا انا قلته قبل كده في محاره الجي واي تقريبا. وباجي احط بين سنجل كوتيشن بحط مين؟ المسار اللي متخزنه فيه مين؟ الصوره دي. هيقرا الصوره دي هيحولها لك من شكل ايمج او صوره لايه؟ لماتريكس او مصفوفه. وبالتالي هنا لازم احط له اسم المصفوفه وليكن مثلا زد. يبقى هو هنا قرا الصوره دي ويروح جاي محولها لك لمجموعه من الارقام شويه صفوف عامده اللي هي من الاخر 2 دي ماتريكس، اللي هي صفوف في ايه؟ في اعمده. تمام. يبقى حولنا من ايمج لايه؟ لمصفوفه. طيب عايز بقى اخد المصفوفه دي اعرضها كصوره. عرضها كصورة، عرضها ازاي؟ في عندي أمر اسمه اي ام شو. اي ام شو ومين؟ واسم المصفوفة بتاعك دي. فكده هو عمل ايه؟ خد الماتريكس دي حولها لك تاني لمين؟ لصورة. بس عرضها لك فين؟ في الفيجر بتاع الماتلاب. جميل؟ لو أنت عايز تعمل الكلام ده بقى تحطه على جي او اي. ايه اللي احنا قلناه في الجي او اي ينفع اعرض عليه صور؟ حد فاكر؟ او حد اصلا قرا؟ اكسس. اكسس كان في حاجه اسمها اكسس، ايه اكس اي اس. الاكسس دي انت الاول بتعمل الكونتينر بتاعك الفيجر، وبتحط بترسم شكل الجي او اي بتاعك.
الحاجة اللي ينفع أعرض عليها صورة اسمها إيه؟ أكسس. تمام؟ طيب كده محاضرة النهاردة أنا فعلا خلصتها، بس اللي أنا هقوله بقى للمشروع إن شاء الله الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس اللي إحنا اتفقنا عليه، تمام؟ المشروع بتاعك المفروض اللي أنا شرحته في الفيديو إن أنا هطبقت على الابلكيشن، بس أنا عايز تعمل لي مشروع كامل متكامل. بمعنى إيه؟ بمعنى في مين بروجرام، برنامج رئيسي اللي هو سكريبت عالي خالص، وجوه السكريبت ده انا بروح اعمل ايه؟ كل الفانكشن اللي انا عايز استخدمها. لو هعمل تخزين ستورنج فانا بقول مين الستور، بعمل سيرش او بحث بقول السيرش، بعمل ايديت بقول الايديت، بعمل ديليت بقول مين الديليت. حلو كده؟ جميل. طيب يعني في المعمل اللي انا شرحته كنت شارح ايه؟ كنت شارح على البيشنت بس. انت المفروض انت هتطبق على مين؟ على البيشنت وعلى الستاف. جميل. واي اكسترنال فيتشرز انت حر تعملها. لحد كده لحد كده لحد ما تنفذ الكلام ده، ده اللي عليه الايه؟ ال 15 درجه بتوع المشروع. اديشنال فيتشرز جي يو اي بونس. يعني جي يو اي كي بونس. حلو كده؟ التقييم زي ما اتفقنا على الكود، على كل فانكشن او كل حاجه هتعملها الكود شارت بتاعها والالجوريزم بتاعها، يبقى انت عندك الكود بتاع الماتلاب، اللوجاريزم الكود شارت بتاعك، البرزنتيشن ايه؟ ماشي. مع الالجوريزم مرتبط بالكود شارت. ماشي. بعد كده مين؟ البرزنتيشن. برزنتيشن مهمة. حضرتك هتجيب مشروع شغال، يعني شوف انت هتجيب لابتوب، الجروب جايب لابتوب معاه، جايب كلكم معاكم لابتوب واحد وبتشير اللابتوب. القصه دي مش بتاعتي، بس القصه كلها في الاخر انا ايه؟ ان انا عايز هبقى انا قاعد هنا، تمام؟ والجروب والتيم واقف على الستيج، هتوريني المشروع بتاعك ده شغال ونجربه مع بعض، نتاكد ان هو شغال. ثم بعد كده الجروب بتاعك ده، التيم ده هيبقى ليه حاجه اسمها تيم ليدر. انتوا خمسه، الخمسه دول في منهم واحد هو المنسق العام بتاع الموضوع، تمام؟ هو المفروض ان هو كان المسؤول عن توزيع المهام. ثم بعد كده هنا بيبتدي هو يتكلم الافتتاحيه بتاعت الموضوع نفسه، بيقدم نفسه وبيقدم زمايله، تمام؟ والله احنا المشروع بتاعنا كذا 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 كذا، انا فلان، الفرقه كذا، في مكان كذا، وزمايلي في التيم فلان وفلان وفلان، تمام؟ وهنبتدي النهارده نشرح كذا 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 كذا، ويبتدي يخش زي ما اتفقنا في المشروع الاول. الموضوع بتاع المشروع الاول بخش كده زي انتدكشن خفيفه خالص، تمام؟ ما ينفعش ان انا لما اجي ادخل جاي داخل خط لازق كده، لا، لازم يبقى فيه ايه؟ نوع من انواع التمهيد للاودينس اللي قاعد، تمام؟ يبقى عارف انت هتتكلم في ايه او هتشرح ايه. ثم بعد كده هتخش، احنا قلنا عندنا خمس افراد، كل فرد هيشرح جزء من المشروع. مش معنى كده ان انا ممكن ما اسالوش في حاجه تانية. هو هيشرح الجزء ده، يفضل اللي عمله، يفضل هيشرح الجزء اللي عمله بغض النظر ماشيه ازاي، مش حضرتك دلوقتي، بس القصه كلها في ايه؟ ان انت دلوقتي هتشرح، انا في وسط العرض بتاعك ده ممكن اخليك تخلص وتفتح اسئله للاودينس اللي قاعدين، او في وسط الاسئله، في وسط وانت بتشرح في حته معينه كده اروح جاي اقول لك ايه؟ دي اتعملت ازاي؟ او دي ايه؟ ما تحطش في البرزنتيشن بتاعتك حاجه مش فاهمها. البرزنتيشن بتاعتك اللي انت فاهمه بس. وما تجودش في حاجه ممكن يبقى فيها نوع من انواع اللي هو ايه؟ انا اتحطيت في خانه فراك. ليه؟
حط دايما في اعتبارك ان اللي قاعد حاجه من اثنين، هو فعلا اللي قاعد بيبقى حاجه من اثنين، يا اما فاهم كويس قوي في الموضوع فممكن يسالك سؤال محرج تقف فيه، او يبقى مش فاهم اي حاجه في الموضوع فيسالك سؤال فانت اللي توجهه. فدايما البرزنتيشن اللي عندك اوعى وانت بتتكلم او بترد على سؤال ان انت تجاوب، ما تجاوبش. ليه؟ اتفقنا لو هو فاهم كويس قوي هتبقى نقطة بلاك حق، او ممكن هو مش فاهم فانت عد، بس في نفس الوقت في غيره فاهم اتخذ عندك انطباع ان انت ايه الله بك. فدلوقتي مش فاهم، مش عارف سؤال معين اتسألك، طيب هراجعها وارد على حضرتك، نتعلم فن الرد. يبقى احنا دلوقتي المشروع بتاعنا اللي احنا بنعمله ده احنا بعلمك ايه؟ جزء الماده العلميه بتاعتنا، تمام؟ بعلمك يعني ايه برمجه، بربط لك الدنيا ببعضها، تمام؟ بعلمك طريقه التفكير، جزء اللي هو الماتيريال بتاعنا. بعلمك بعد كده الجزء بتاع مهارات التقديم، مهارات التقديم دي محدش هيعلمها خالص غير ما تطلع بره واحد تتفاجئ بمشروع التخرج، محدش علمك الكلام ده. فخدها فرصه انك تتعلم ازاي اعمل برزنتيشن لاول مره، لازم يبقى فيه اخطاء، فاهم الكلام ده؟ لاول مره هيبقى في عندك نوع من انواع في رهبه من الوقفه هنا، وفي رهبه من انك تقف قدام ناس وتتكلم. بس لما نكسر الحاجز ده من وانت لسه في اعدادي، تمام؟ لما كل سنه عن سنه لما تخش بعد كده في دكاتره هيطلبوا منك برزنتيشن، في دكاتره هيطلبوا منك مشروع، هتلاقي نفسك انت حاجز الرهبه منكسر، وده مطلوب. يبقى انت اتعلمت الماتيريال، اتعلمت مهارات برزنتيشن، ازاي اعمل برزنتيشن، مهارات ان انا اقف واتكلم، تمام؟ كل ده جميل، وفي الاخر ده ايه؟ ده ليك انت كدرجات، تمام؟ اتمنى الناس تاخد الموضوع بجديه، تمام؟ كده او كده هي هتعدي، بس في فرق بين واحد اتعلم وفي فرق بين واحد خد الموضوع بايه؟ بتهريج وعدى. فاتمنى ان هي تجربه خدها بنوع من انواع الجديه شويه، تمام؟ هي ليك مش ليا على فكره. انا بالنسبه لي عادي، هو كورس وبعمله كل سنه وبيعدي. بس ليك انت هتبقى تجربه لذيذه لو انت خدتها بجديه. عشان اخدها بجديه عدت. تمام؟ حد عنده سؤال؟ يا ريت تهتم بالمشروع، المشروع فعليا هيربط لك كل اللي انت مش فاهمه في الكورس، لان هو فعليا بتطبق فيه كل اللي احنا عملناه. تمام؟ ماشي يا شباب، لحد كده انا خلصت. اشوفكم ان شاء الله في محاضره جديده.